مرحبا بك كارولين، وش راكي؟ لا بس الحمد لله، شكرا لكم وشكرا لكامل طاقم العمل جو شو. شكرا لكم بزاف وراني فرحانه كي راني هنايا، وشكرا شكرا 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 على الاستضافه. كارولين ولا شاهيناز؟ شاهيناز في الجزائر، كارولين في السويد. وكارولين سي اسمك تاع الصح ولا؟ لا ماهوش اسمي تاع الصح. انا كنت نقرا، كي كملت القرايه جربت ندخل نخدم. انا عندي ديبلوم تاع مساعده ممرضه في السويد، كي نحط السي في تاع شاهيناز فلورستاد ما يقبلونيش. دخلت فيها كارولين، خدمت، طارت لي الخدمه، خدمت عامين وبعد كي انا حبست تماك. تمشي الهضره بكارولين حسب الاسم. اوكي، سي امبورطون امبورطو بزاف. اوكي، درتي كيراتين ولا مازال؟ شعري تحرق كامل. باسكو انا شفت البلوك تاعك لافي قبل ما ندير الجي، قلت كي ندخل الجي ندير، كي ندخل الجزائر ندير كيراتين. ما عنديش الوقت، والله ما كان عندي وقت باش ندير كيراتين لشعري اصلا. ما فيش واش ندير فيه شعري كامل ناقص، واش تنفع فيه؟ الوغ كارولين، اللي زعما هم يسمعوا فيك دوكا، كاين بزاف اللي يعرفوك، كاين بزاف اللي ما يعرفوكش. كيفاش تبريزونتي روحك لهاد الناس اللي ما يعرفوكش؟ ادنا برك الميكرو. شاهيناز كارولين، ولا نقولوا شاهيناز هنا في الجزائر. صانعة محتوى. دخلت لأنه قررت، تعبت من الخدمة تاعي، درست يعني 5 سنين بعد كي دخلت، تعبت في المستشفى ولقيت عنصرية بزاف في السويد. قررت ندخل لللايفات جروبات، يعني كنت متونسة بهم لأنه المجتمع الجزائري قليل بزاف في السويد. دخلت مرة غلطة، بعد كي ناصي تعودت، فتحت صفحة، فتحت قناة، وليت نشارك حياتي عادي. خبيا ولات حياتك بازي سيغ، مركزه على مواقع التواصل الاجتماعي. نعم، مركزه على مواقع التواصل الاجتماعي. اوكي، الو قولي لي كارولين، اسكو كنتي تسناي واش صرا كي جيتي لهنا لالجي؟ اسكو كنتي تسناي هذاك الغاشي كاع يجي ديجا؟ مستحيل. ان بوا ما كنتيش دايره حساب بلي حيكون هذاك الغاشي؟ لا كي كنت جايه من الطياره من فرنسا للجزائر، كان شويه في داخل الطياره، كان شويه الناس تصور، الناس تسقسي فيا كي راني، الناس فرحانه. ولكن كي نزلت في المطار ما عنديش ولا اي ادنى فكره على واش صرا. ما عنديش، ما عرفتش الدهشه، ما عرفتش نبكي، ما عرفتش واش صرا. لا اسكو باغ اكزومبل، انا حبيت نسقسيك باسكو كاين بزاف مواقع التواصل الاجتماعي اللي هضروا على هذاك ليفينمون، بارطاجوه بزاف صفحات، حكاو على هذيك. كاين بزاف اللي يقولوا علاش، شكون هادي ديجا، شكون هادي كارولين، علاش عندها هذا الاستقبال، علاش ماشي واحد اخرين، علاش باغ اكزومبل ماشي زعما نقولوا لي سبورتيف اللي داو تاع البارالمبيك اللي داو ميداي دور في طوكيو اللي فات، علاش انت؟ لانه انا حكيت على النهار اللي راني جايه فيه، وقلت لهم بلي انا ما عندي ولا حد يستناني في المطار. انا كون جيت بلا ما نقول وين تراني جايه، ما لقى حتى واحد، نخرج عادي، نحكم طاكسي، نروح اللوطه اللي بنقعد فيه. ولكن انا ما حبيش بعد 10 سنين ندخل وحدي وتزاير تحب الملمه عند المطار، تبغي تحب العائله. لا قلت لا حكيت اللي حبت تجي مرحبا، طشتوما هما عائلتي. ماشي زعما كي دخلتي هذاك الكوتي الشخصي تاع حياتك بالك زعما قصتيهم؟ نو يمكن ما كنتيش قاع دايره في بالك هذاك الغاشي تما؟ شحال زعما كنتي دايره في راسك يكونوا 10 5 هذا مكان صراحه به 10 بشكون ياسين. الوغ نشكرو ديجا ياسين غراس على ويلي، راكي معنا اليوم في لاكاديو كي اون ديريكت. يعطيك الصحه ياسين، ميرسي بوكو. ديجا قولي لي ديجا، بون الناس بالك عرفوك غير دوكا، عرفوك بهاد ليفينمون اللي صرا في لايغوبور، واش صرا هذيك كي جاو يسناوك غاشي كامل؟ كيفاش كانت ديجا طفولتك هنايا في الجزائر؟ كانت طفوله عاديه كيما كامل الاطفال، طفوله عاديه. فقط انا في بدايتي في السوشيال ميديا اتصلت بصديق ندي من عنده خبره في مجال السوشيال ميديا، قلت له شوف كيفاش راني ندير لايفات، بصح راني حابه شويه نبان، خاطرش مين عرفت باللي السوشيال فيها دراهم. اوكي، نحيت خدمتي ودخلت صدمت في السوشيال ميديا. قلت له انصحني، قال لي كذبي حاجه ديري بها البوز. انا خرجت قلت له انا خلطتها كاع في السوشيال ميديا، بعد كي خرجت تحطي فضحتني. الله لا تربحك. الو مي واش كنتي ديري هنا في الجزائر كي كنتي صغيره؟ اسكو كان عندك زعما حلم؟ اسكو كانت عندك دي زاكتيفيتي كنتي ديريهم؟ اسكو كنتي ديري سبور؟ واش كنتي ديري في حياتك كي كنتي صغيره؟ ما واش كنا نديرو هذاك الوقت؟ نلعبو لا مارين، نلعبو بالحبل برا، ما كانش حاجه يعني في هذاك الصغر. ما كنا عايشين فقط طفوله يعني. دروك تلقى واحد في عمره 30 سنه يقول واش هو الحلم تاعك؟ يقول ما نعرفش، ما كانش عندي حلم. عادي نلعب كيما الاطفال. ما كانش عندك حلم كي كنتي صغيره هنا في الجزائر؟ اصلا ما
كنت نحلم والله ما على بالي ني حلمني والو والو انت عايشه عايشه فقط مي وقتاش علاش ديجا علاش رحتي مزاير وقتاش قررتي انك تروحي مزاير رحنا صغار مولات 14 سنه لانه أوكي. عندي العائله عندها اوراق اسبانيه كامل عندهم اقامات اسبانيه تما كانوا عندك ديجا كنت قادره تروحي من قبل كاع لا معلب لا حتى جهزوا لي الاوراق باش نروح باش غرزت ما نروح واش لحقك من بعد ندير السويد هما انتقلوا للنرويج وانا كي كنت في النرويج تلقيت بزوجين بعد كي ناصره وهذوك المشاكل العائليه قررنا من بعدنا دخلنا للسويد كيفاش زعما نقولوا كيفاش قدرتي زعما تتاقلمي تماك معاك شغل زعما لونفونس تاعك اللي جوزتي هنا في الجزائر كيفاش من بعد تاقلمتي تماك والله تتاقلم بالسيف عليك نورمال بالسيف عليك تتاقلم تندهش المره الاولى من النظام النظافه كلش مختلف بصح تتاقلم اوكي واش اسكو تشفي العفايس الاولين اللي درتيهم اللي قررتي ديريهم اسكو القرايه سيتي كو العفايس الاولين اللي درتيهم كي رحتي تماك قريت عادي من بعد كينا كي شفت مسؤوليه كبيره في الكرا في قفلت سن معين اوكي لازم تخلص 17 سنه 18 سنه تسكن وحدك عايب تسكن 20 سنه ساكن مع والديك والدوله تساعدك تعطيك ابارتمون فيها صاله وفيها شومبرا ولا صاله مع الشومبرا في نفس الشيء قررت قلت انا نجرب وحدي كي جرب وحدي لقيتها بزاف صعيبه حشومه تعاودي ترجع شحال كان في عمرك هذاك الوقت 20 لا قبل 18 17 تلاقيت معهم يا ريت شكون تلاقيتي؟ عذيب بعد كنا قلت اوكي شنو ندمتي؟ لا شوف ما ندمتش انا الوغ شكون هذا توم اليوم يسمعوا فينا وحابين يعرفوا شكون هذا توم اوكي توم ليفي فلورستاد هو زوجي ابو بناتي عندي معه بنتين وتلاقيته انا كان في عمري 18 سنه هو كان في عمره فارق السن بيناتنا 21 سنه الله يبارك صح ما تبانش عليه كبير اه بالك لاش تاع معايا في السوشيال ميديا ما تبانش عليه كبير كيفاش تعرفتوا ديجا؟ كنت راكبه في البوس وحارقه فيه باش نخلص هو كان الشوفير تاع البوس كان يسوق البوس اوكي ايه ما كانش هو اللي كان يسوق هو اللي كان يسوق حكمني شحال من مره يقول لي انت تركبي ما تخلصيش قلت له خلص قال لي عطيني الكارطه كي دايرها في الماشي لا دارت بيب قال لي ما كاش الدراهم عطاني 3000 كرون من بعد ما عنديش باش نخلصها شحال هادي 3000 كرون 3000 كرون 6 ملايين واو من بعد كي انا قلت له بلي حاولت باش نوصل ليه باش نجيب رقمه وجبت رقمه وحكينا عاوني يعني قلت له انا راني عادش طالبه نقرا عاوني خلص معايا من بعد كنا مسمى ولا حنين بزاف ومن بعد وليتوا تلاقاو اكثر ولا شنو وليتي قاعده غير تلاقاي به لا البيس. هو خطره على خطره يسقسي عليا خطره كي نركب في البيس هكا يعني هاي نقول له خطره بعد كنا وليت اليوم يجي اليوم ما يجيش خطاش خطره على خطره يسقسي كي راكي شي كاين شي ما كاش حبيتها بالحنان تاعه ما حبيتهاش يعني كيما يديروا هنايا صاحبي وصاحبتك وهذاك الشيء المهم بالحنان تاعها عجبتني اوكي ومن بعد شكون اللي بين زوج فكرتوا في الزواج ولا لا هو كان في وقت الطلاق هذاك الوقت عنده زوجته أوكي. الاولى هي من البيرو عنده 3 اولاد من قبل كان في مرحله الطلاق يعني ما كانش كاع في راسه فكره تاع الزواج انا درت من نديه صغير عليا نجري عليه من البروفايل تاع الفيسبوك والله نجري من البروفايل في بروفايل دور موراه يتعبني بزاف والله قلت اللهم ندي كبير عاش صغره باش انا نعيش مع صغري والله لا ننصح البنات ما تديش قدك في الله عشان تتعبي بزاف لانه هو عاش وقتي هو يزيد كامل التجارب اللي مروا في العمر تاعه راه يعلمني في يضرك هذه مرات كي كنت في هذا العمر ما ديريش هذه الغلطه كاينه حاجه واحده علمني فيها كنت في فتره 21 سنه حبيت ندي كريدي من عند البنكه باش نشري لوطو أوكي. قال لي بلي انا دخلت ديت دين لحد الان راه يخلص فيه لحد الان راه داخل في 56 ولا ما على باليش وانت زايد والله نسيت وانت زايد المهم هذه الغلطه نصحني فيها وين ما نبغي ندي دين يقول لي حبسي ما تديش كون جيت مع واحد خلاف كون راه غرقني بالديون كون راني حاصله يعني كاين شي تجارب عاشهم هو ما حبنيش انا ندخل فيهم تما ما ندمتيش راكي تهفي كي تقولي ندمت ندمت على حاجه كي تزوجت صغيره ما عشت صغري كون سافرت بلدان كون شفت عالم كون شفت ناس كون شفت ثقافات 18 سنه تزوجت ولا هو صغير عليك ما صغيرش عليك لا ما صغيرش عليا انا اللي رزقت تما تيري كنتي حابه تزوجي كنت حابه نزوج انا السيد كان مطالي فيا حنا عندنا هذيك العقليه تاع الجزيريه الراجل يصرف هو كان يصرف ما عرفش ندير واخد
درت خلاص. ومن بعد شحال دوزت صافي شحال نتوما مزوجين؟ من 2011. اوكي 2011 تسمى 10 سنين. 2011 سنه قريب. وعندكم زوج بنات؟ زوج بنات جنة ويوريد. الله يبارك. شحال في عمرهم دوكا؟ جوريد هي الكبيرة، جوريد مريم فيها اسم عربي. الله يبارك. عندها 5 سنين وجنة عندها عام ونص. بداو يفهموا شنو السوشيال ميديا زعما دوكا واش راكي ديري. بنتي الكبيرة تفهم لايفات بزاف بصح وين ما تدخل نقولها بعدي ماهوش وقتك تاع اللايفات. انا نحب ندعم بناتي يدخلوا السوشيال ميديا لانه فيها كنز كبير، كنز كنز كبير. نخليهم كلا اوكي مش الوقت تاعك، مش يضربك. دخل جنة خطرة يريد خطرة باش ما نحبوش يركزوا في هذا الوقت. اسكو يستعملوا ديجا زعما نقولوا تليفون يشوفوا التعليقات ولا نو؟ ما يفهموش العربية. ما يفهموش. انت جوستومون كارولين كيفاش وقتاش فريمون بديتي مواقع التواصل الاجتماعي؟ في اواخر 2018 كانوا عندي مشاكل في الخدمه تما، لانه منطقتي اللي نسكن فيها هي لودفيكا في وسط، في ما هي في الجنوب ما هي في الشمال، في وسط السويد. هي وين ساكن رئيس النازي في كامل اوروبا، ساكن في مدينتي، وكل 17 افريل يخرجوا مظاهرات ضدنا حنايا، ضد لون بشرتنا ولون شعرنا. صافي مدينتي كامل يضحك معاك في الخدمه عادي، بصح من تحت يدير لك رابور، يدير لك مشاكل كبار. لذلك قررت الانسحاب، دخلت السوشيال ميديا، حطيت فيها عقلي شويه، عرفت كاين هنا دراهم، كاين هنا دراهم، كاين هنا دراهم، درت حسابات كون ندخل من ندخل من ندخل من. اوكي باي باي الخدمه. اوكي الوغ واش بديتي زعما هذاك الوقت تنشري ديجا؟ اش كان عندك فكره تاع واش راكي حابه تنشري؟ بديت لايفات فقط، لايفات متونسه باللايفات، وبديت في جروب، كان جروب حكيم. اي من ثم جمعت شويه ناس، حليتهم جروب، دخلت للجروب لقيت الجروبات ما فيهمش الدراهم، قلت اوه نحل صفحه. دخلت للصفحه. بعد فتحت قناة. اسكو ديجا اسكو كي بديتي مواقع التواصل الاجتماعي اسكو الناس ديريكت تتبعوك ولا طولت؟ اسكو مع الاول كنتي ديري زعما الارقام اللي كديري فيهم دوكا ولا كنتي ديري 100 فيو؟ كانت بشويه، لا ما كانتش 100، كانت 1000 1500 2000 في هاد الجوايه. مي كنتي اسكو كنتي دايره في راسك بلي حتطلع وحتمشي واش راكي ديري؟ شوف انا دائما نقول لهم كاينه السياسه تاع العالم وكاين السياسه تاع السوشيال ميديا، تبع يعني الخطوات راح توصل وين حبيت، يعني ماشي غير صدم وقول لي في راسك ودير في راسك، وكاين سوالح لازم تتبعهم. دونك اسكو بديتي فيهم كامل؟ بديتي يوتيوب فيسبوك انستغرام؟ لا بديت فيسبوك هو الاول. فيسبوك الاول. فيسبوك الاول. بها دوكا 1.5 مليون. ايه فيسبوك هو الاول. ومن بعد وقتاش رحتي اليوتيوب وانستغرام؟ بعدها والله ما شهرين ثلاثة شهور مانيش عاقله. تما نقدروا نقولوا قريب كيف كيف. أيه. الفتره. أيه. احكي لي شو على كاع المحتوى تاعك، واش نلقاو زعما كي ندخلوا في لي باج تاعك واش نلقاو؟ مقبل درت بريزونطاسيون اللي كي كتبتها في يوتيوب، ما بيش الا مازال كي شو قابلتها ولا راك حاد بدليها شويه؟ لا نشريها كبرودوي، نحب نجربه، ننصح به الناس اذا مليح واش مليح، ونشريه بدراهمي ما يبحثوليش. كيما دروك راني في الجزائر شريت بزاف صوالح واستناوني ناوي يويكم اذا ما خرجتش من البرودوي صراحه، ونجرب هكا بطياب خاطيني طياب روتينات مع بناتي مع راجلي واش نشري. هذا الموضوع اللي يحبوه منسى بزاف. والتعليقات كيفاش واش يحكوا لك في التعليقات جينيرالمون الناس اللي تبعوك؟ كاين تعليقات ايجابيه وكاين تعليقات سلبيه، دائما تلقى ايجابيه. واش يقولوا؟ ايجابيه نحبوك كملي كارولين، يعني يحبوا بناتي بزاف عادي. وسلبيه؟ ايه وسلبيه. وشنو السلبيه؟ ها ما راجلك كافر شعرك احرش تسكني في السويد ودايره هاك. مي اسكو صح راجلك كافر؟ نو ماشي كان دخل الاسلام كي تزوجت به. الوغ كيفاش دخل الاسلام مع راجلك؟ اي لانه كنا كونتاكت مع عائلتي هذاك الوقت، كيفاش يتزوج معايا انا يوم هو على غير دين؟ اصلا هو اذا كان على غير دين ما كانش مركز في هذاك الدين. راكم عارفين الاوروبيين كيفاش عايشين، غير اوروبي وصاي مش مركزين في دين واحد. انت في السويد كنتي وحدك؟ كنتي ما كانتش على فامي تاعك؟ عندي اختي، عندي ما في النرويج عندي. و دونك كيفاش حتى هو كيفاش ديجا قنعتيه باش يدخل الاسلام؟ اسكو كان حاب وحده ولا انت هضرتي معاه؟ كيفاش صار؟ لا هذيك بعد مده صار كي شافني بلي صغير وباغي نتزوج بيه، حس السيد بالسيف يدخل، نطيب على الشمعه بالسيف يدخل. دونك واش درتو؟ تزوجنا. لا كيفاش دخل الاسلام؟
جاء هنا لتيرت. اوكي اوكي جيتي ال جاء وصرى الضج هذاك الوقت، كان هو اول نرويجي في تيرت يدخل الاسلام، خاطرش بشعرها طويل. صارت ضجة في تيرت هذاك النهار، كان واحد دخل الاسلام واحد دخل الاسلام. ما قبلوهاش؟ لا ماشي ما قبلوهاش، يعني كيف جاء واحد كاوري ودخل الاسلام وفي تيرت صرا شوية ضجة، يعني كان ناس تيرت لحد الان يحكموا لكم ترانا عاقلين هاللي صارت الضجة تاع النرويجي اللي دخل وشهد. وكيفاش كانت رد فعل تاعو؟ كيفاش؟ عادية. ديجا كي جا لتزاير؟ ديجا جا لتزاير شوية، المرة الأولى تأقلم، مرة ما تأقلمش. والله هو واش رايو راجلك على مشاكل ديري في مواقع التواصل الاجتماعي؟ اسكو يونكوراجيك؟ اسكو جوبونس هو يفهم بالك مواقع التواصل الاجتماعي؟ خاطيه كلش، خاطيه خاطيه كلش كلش خاطيه، ما على بالوش كاع واش ندير. يتفرج مرة زوج بعد يقول لي هادو حقيقيين، هادو الأرقام، نقول له لا أنا كتبتهم. ما خاطيه ما يعرفش، موش مدخل روحه في السوشيال ميديا بزاف. طيب تسمى الآن موش مأمن الأرقام اللي كيديريهم؟ بالك كيجي يشوف، بس عارم أمن بالدراهم اللي يدخلوا. جزتوهم بان نحكوا على الدراهم. ومعنا هاجر. مساء الخير هاجر. مساء النور. وش راكي؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله لاباس. لاباس لاباس. وش راكي لاباس؟ عندك كوكاو؟ لا ولا كلش كوكاو. الوغ هاجر منين كي تعيطي لنا؟ من ولايه مسيلة. الله يبارك الله يبارك. وش راهم الناس مسيلة؟ والله غير لاباس الحمد لله. وش ديري في حياتك هاجر؟ نخدم لي كومون تاع الكاطو، قلت طلع لي لافازا. ان شاء الله مرحبا بك. الو هاجر، اسكو تعرفي شكون لانفيتي تاعنا تاع اليوم؟ اي كارولينا. كارولينا اي فرحت، سمعت كي قلتي كارولينا فرحت. شحال انت تبعي كارولين؟ صافي لونطون بلا مني كنتي هذاك وين بديتي. ايه صراحه اللي كاين معاك كارولين واش كي حابه تسقسيها؟ احكي معاها قولي لها واش حبيتي. سلام كارولينا، واش راكي؟ اهلا واش راكي؟ لاباس الحمد لله الحمد لله. والله غير الحمد لله. انتيا كيفاش حوالك امورك؟ الحمد لله لاباس الحمد لله. الحال في الجزائر عجبك؟ عجبني بزاف، مش كيش نرجع نزيد. عجبني بزاف. واش كي حبت عندك كاش كيستيون هاجر؟ سقسيني ازاي؟ واش نسقسيك هادي انت؟ واش راه الكاطو تاعك؟ لا غير بيان. واش يعجبك في الكونتوني تاع كارولين باغ اكزومبل؟ هايا ولا غير انسانه مسكينه ترونكيل عاقله، ماشي كيما دوك تيدير. انا واحده من الناس ما نتبع حتى واحد كتبغي كارولين، كتبغي ندخل ليها نضحك نديفو لي كولاجي تيسكو مين تكون معذب. بابا بابا خبيا خبيا مالاتك طيب. ديما تعرف لا غوسيت تعيط وتقول روح 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 ديري انت. سقسيتك واش يعجبك في كارولين؟ اسكو كاينه حاجه ما تعجبكش هكا غير باش نرفوها شويه؟ ما مسكينه كتقول جايه نيه ما كتقول فيها هذيك النيه. تعجبني كيما تعشق على الفرنسي. سمعك تقولي بالعربي تعشق على الفرنسي، تقولي بالعربي صح ما تعرفيش؟ لا ما نعرفش والو والو. يبا كيما في هذا ما انو بالفرنسي يا جماعه اي رانكو. لا لا بعطيك صحة هاجر، ميرسي بوكو. شكرا لك هاجر. تري بيانتو. يسلمك. سلامة. قولي لي كارولين كيفاش ديجا تاع الفرونسي تاعك كيفاش؟ كاين واحد لعبة سمعتها كان باساج خطرها كي كنتي في لايف وقال لك شحال في عمرك ولا جو سي با قال لك شحال، شو قلتي لهم؟ هات نبزو لانه مكتوبه 29 ان اس. انا نقرا الكلمات، انا ما عرفتش الكلمه وين هما الكلمات الصامته في اللغه الفرنسيه، نقرا كامل الحروف ولكن يفهموني. دونك واش كيفاش شحال في عمرك؟ تنبزو. كيفاش انا وقال شتها بالك شتها العام اللي فات؟ دونك العام اللي فات شحال كان في عمرك؟ بالنسبه ليك شو 28 بغيت نقول لك دو 8 زوك. اهلا استقبلوا مكالمه ثانيه. شكون معنا؟ الو السلام عليكم، معكم مروه. الله يبارك، واش راكي مروه؟
والله على باس، وانتم على باس؟ الحمد لله الحمد لله. الو مروه، منين كتعيطي لنا؟ من برج بوعريريج. الله يبارك الله يبارك. الو واش ديري في حياتك مروه؟ انا كملت قرايه. واش قريتي؟ قريت ماستر دو ادب عربي. الله يبارك الله يبارك. الو مروه قولي لي، اسكو تعرفي كارولين؟ وين نعرفها، نتابعها يعني في مواقع التواصل الاجتماعي. اه و صافي شحال وانت تبعيها؟ ايه بلك عامين والله. يا حسره، من اللي قريب بدات؟ ايه من اللي من الاوائل، من اللي كانت مشيانه. لا لا اهلا غادي تسمع في كارولين مروه، واش راكي حابه تقولي لها؟ الفولاره الحمراء. الفولاره الحمراء يا ضرا. اهلا مروه. اهلا كارولين، واش راكي لاباس؟ الحمد لله الصحه. والله على باس، وانت ياكي؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله، كي لحقتي للجزائر بخير وفرحنا بك كامل. والله رجعتي بعيده وتهلي، رانا جينا ليك. الحمد لله، ربي يخليك وربي يحفظك. شكرا لك. خصك فيها جنة وجوريد وتوم. ان شاء الله ان شاء الله نجيبهم ان شاء الله شهر في فيفري. فيفري جون في اخر جون في نجيبهم ان شاء الله بربي. ان شاء الله ان شاء الله. الو مروه، واش يعجبك في الكونتينو تاع كارولين؟ يا ودي تقتل بالضحك، وحاطه في الصراحه وفي كلش تقتل بالضحك. انا ملي نتفرجها وانا نضحك. واش ما يعجبكش؟ انا دائما نحب نهبلها كارولين، دونك لازم نسقسي واش ما يعجبش. انا والله غير كارولين نموت عليها انا. اي والله دوكا ديجا دايما نكومونتي عليهم، نحبها في كلش، عاطفيه صريحه وكلش ديرو. اي تخي بيان تخي بيان. خلي لها عندك كلمه اخيره كي حابه تقوليها لها؟ نقولها بكره ولا غير؟ نحبوك بزاف والحمد لله فرحنا كي لحقتي بخير، ان شاء الله ربي يصلح الحوال تاعك كامل ان شاء الله، وسلمين على البنات ان شاء الله. مروه اعطيك ان شاء الله. شكرا شكرا كارولين، يعني متتبعه وفيه ليك. شكرا لك. شكرا. اعطيك الصحه مروه. بلان زي بسلامة. سلامه بسلامه. الو قولي لي كارولين، ملي بديتي المواقع التواصل الاجتماعي وقتاش بداو الناس هكا يعقلوك براك، سواء في لا سويد ولا هنايا في الجزائر؟ بون هنا في الجزائر خلاص باينه، شفنا واش صرا في المطار. ملي هيها اسكو كاين الناس يعقلوك هكا؟ كاين نعم، كاين فئه جزائريه تعقلني، بصح حنا جزائريين ماناش عايشين في منطقه واحده، متفرقين على كامل السويد. كيف وي؟ نصف ستوكهولم، نصف الجنوب، نصف الشمال، يعني ماناش بزاف جزائريين، ولكن يتصلوا بيا. اوكي اوكي، كيفاش علاقتك مع الجزائريين تماك اللي عايشين تماك؟ مليحه. لا داين عقليه تاع واحد ما يدخل روحه في حياه واحد. أوكي. كل واحد يعني عايش دوله عقليه تاعها. ايه والله صح. وهنايا هنا بو هنايا قاع جويسنا في لايغوب. ايه لازم تحس هنا اصلا. انا بديت شويه هكا نلقى وحده قاعده لك كذا بصايه الحمد لله. واش راكي واش راهو الاولى ما نعرفهاش كامل، هذا الشيء ما عندناش في السويد. اسكو في الطياره عقلوك انت جايه؟ نعم. اوكي، اي ملي بديتي انت يا مواقع التواصل الاجتماعي كيفاش، واش كان راي لا فامي تاعك هنا في الجزائر ولا كسوسوا لي ولا هنايا؟ لا تعليق. ما اسكو كانوا فاهمين هادو؟ يعني ما همش ضد هذا الشيء. كان عندي انا تاقلو ام اس ان، كان ام اس ان، كان عندي ام اس ان ام اس ان سكايب ويز هكا ويز، ولا كي ترسل هذيك البنيه هكا الشاشه تهز يا من هذاك الوقت وانا داخل شويه هكا في الانترنت. داكور داكور. حبيت نلعب معاك جونايا. اوكي، راح تشرب الماء، جاتها السعله شرب. تفضل. الو واسمو ذا باد جيم، يدير جينيريك. الو ذا باد جيم ولا لعب العيان ولا جو سي با كيفاش حبيت اسميه كيما تحبي، ما هو تو سامبلومون لابريفياسيون تاع بلوكي ابوني دي زابوني. اوكي تسمى، شوف انا حنا نعطيلك 3 بيرسون. اوكي تلتع فايس، قولي لي شكون تبلوكي، شكون تابوني، وشكون ديزابوني. اوكي اوكي واش دا؟ اوكي اشخاص انا نعرفهم. اوه كاباب تعرفيهم ولا سمعتي بهم؟ أوكي. ولا أوكي. ولا فايس ماشي مام با اشخاص. اوكي الوغ الحاجه الاولى، شكون تبلوكي تابوني ديزابوني بين يوتيوب فيسبوك انستغرام؟ انستغرام لا لا لا، يوتيوب يوتيوب يوتيوب. اوكي يوتيوب وشنو؟ يوتيوب نبلوكيه. اتنحي يوتيوب؟ ايه. وانستغرام وفيسبوك شكون اللي تابوني، شكون ديزابوني؟ تما شكون اللي تابوني هو المفضل ليك؟ ابوني الفيسبوك، ديزابوني انستغرام، ويوتيوب تنحي. علاش نحي يوتيوب؟ والله هو اللي فيه بزاف لي فيو. فيه لي فيو بصح ما فيش
موني بزاف. هذا راي غير موني من المقبل. صراحة يعني كاين ناس داين السوشيال ميديا خدمة. الوغ شكون تبلوكي تابوني وديزابوني بين ستوكهولم تيارت والجي؟ قلت راكي في الجي. رانا في الجي. هبوني الجي كي نروحوا من الهند ان شاء الله. نبلوكي ستوكهولم وابوني تيارت. اوكي. شكون تابوني ديزابوني وتبلوكي بين سول كينغ الجيرينو وريمكا؟ سول كينغ راك مو بلوكيني نحي البلوك. ام بلوك انا مو بلوكيني ولا ام بلوكيني من انستغرام. علاش مبلوكيك؟ ما على باليش انا علاش مبلوكيني. انا اصلا ما نعرفش فرنسي والله ما لا جا اليوم اللي يرجع لك فيها البلوك. مي واش درت هضرت عليه بالك فيديو نو؟ لا لا جامي جامي ولا مره هضرت على سول كينغ ولا مره. ديسي داي بلوكي وخلاص. نو ايديا. اوكي شكون تبلوكي تابوني ديزابوني بين شاب خالد شاب مامي وحسني؟ حسني الله يرحمه. ابوني بصح ما نحبش نسمع اغنيه الله يرحمه مات. وي ديزابوني مامي ما نسمعش دائما. وابوني شاب خالد مره جعدنا المال مدنا كان فيستيفال ثم جا حضره. اوكي الوغ شكون تابوني تبلوكي ديزابوني بين بيوناس وهيلا معلم وشافيا بودرة؟ شكون شافيا بودرة؟ اكتريس قديمه لعبت في ايام بدلو نخيرو بهيا راشدي. بهيا راشدي. بهيا راشدي اللي ضربها هذاك بصبعه. ايه والله اللي نبغيها في ثلاثه نبغيهم والله اللي في ثلاثه نبغيهم خيري بصح. ابوني 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 بزاف عند بهيا راشدي وسبحين على هذيك السبعة على بالنا باللي صح بصح الله غالب طفر دروك. و بيوناس وهيلا معلم في زوج والله لا عمالقه هنا في الجزائر صعب صعب. كنت بلوكي نبلوكي معليش نعطوا الاحترام الكبير لبيونا ابوني من ديبلوكي سهيلة معلم لانك صغيره نحترموا الكبار. لو شكون تابوني ديزابوني وتبلوكي بين ريف كاستان لي ومرات اوديها؟ اصعب قرار اللي نحبها ريف كاوكي اودي مرات اوديها. مرات اوديها مره ارسلت لك اس ام اس حط واحد المونتاج في فيديو وحط فيه اغنيه هذه في بدايته ما ردش عليا نحيت لها الابوني بصح انا كنت عادكش تما ما كنتش باديه في السوشيال ميديا كنت عادكش نتفرج فيهم. اوكي ابوني ستايلي. اوكي ديزابوني نبغيهم في زوج. ديزابوني بلا كليفكا مراد اوديا تبلوكي على الغنيه اللي ما رديتش عليا كي سقسيت في المونتاج نبلوكي. اوكي نروحوا في الفوت بالك بين بون الجاحري رياض محرز وبالليلي شكون تابوني ديزابوني وتبلوكي؟ نعرف انا رياض محرز شكون هذاك اللي قلتها زوج بنجاح وبالليلي. والله شوفوا والله ما تبع الماتش بصح انا ابوني عند رياض محرز وهذوك زوج توما وين الزوج اللي قلتها لك سموه بالليلي هذا ابوني هو ثالث شكون بنجاح. هاي معلي سمح لنا والله ما نعرفه ما نتفرجش الماتش انا محتوى تاعي قاع ما نتفرجش الفوتبول. شكون تابوني تبلوكي ديزابوني بين صالح اوغلو تعتمن علي وتونس بيكتور طاهر؟ والله لا نحبكم ونحبكم ونحبكم بزاف وش نختار صعبه. صالح اوكروت ابوني. اوكي ديزابوني عثمان لا قال عثمان علي شكون الزوج عثمان علي وتونس سبيكتر طاهر. سبيكتر طاهر ابوني عثمان علي وتونس بلوكك حطيت شطاطي تبع البهيه راشدي. بون الاخرى مع باش الا تجيك صعيبه ولا لا شكون تابوني ديزابوني وتبلوكي بين ديفا ريبيكا شيرين بوتلا ومونيا بن فغول؟ ابوني ديفا ريبيكا ديزابوني شيرين نحبها ما نفهمهاش واش تقول ولكن دائما لي ستوري تاعها باللغه الانجليزيه ولكن نحب المحتوى كي تحط هكا لي ستوري تاع ميك اب تحط لبسه تحط انا نتبه على هذا الشيء. اوكي ديزابوني شيرين وثالثه شكون كان؟ مونيا بن فغول. مونيا بن فغول نحبها ما نتفرجها نتبه نشوف واش تلبس نشوف وين تسافر ولكن ديبلوكي.
برافو برافو عباك. بون طولنا هي في الاخر، ملي كان عندنا مكالمه نروحو نستقبلو. شكون مكالمه تاع من؟ مساء الخير، شكون معنا؟ الو الو الخير عليكم. واش راكم؟ صافا؟ لاباس الحمد لله. نوال من البليده. الله يبارك نوال من البليده، واش راكي؟ يا سيدي في عزك. لاباس الله غير الحمد لله. الحمد لله. الوغ نوال واش ديري في حياتك؟ قاعده في الدار ربي في دراري. الله يبارك. شحال عندك من دراري؟ عندي ربعه. الله يبارك الله يبارك. شحال في عمرهم كامل؟ الكبيره عندها 16، اللي جاي عليها عنده 14، وعندي توام تاع 9 سنين. الله يبارك الله يبارك. الوغ قولي لي، اسكو تعرفي لانفيتي تاعي تاع اليوم؟ كومون عمري عيني يا كارولينا جو لادور. الو قولي لي صافي، شحال انت تبعي فيها؟ شوف عندي من هالي نات الدبزه معاها، مع ريبيكا وواحد الحلوشه هكا فاطمه، ولا ما على باليش، من تما وليت نسويفي فيها. اي تشرب في الماء ما حبش تريبوندي. نو الي كوراجوز كارولين، الي فرانش عباك تعجبني باسكو الي سبونتاني، تهدر الواقع اللي انا عايشينه. كاين ناس قالوا بزاف ما عندهاش محتوى، مي راهم غالطين. هي جايه ماشي حتى دير ميك اب ولي زونغ وما على باليش باش تولي روحها، كيما تكون بلاف ولا غلغوش تبين، كيما تكون بالجبه تبين، كيما تكون بالبيجاما تبين. دونك شغلت ماشي مصطنعه، تقدر ميم ترقد في اللايف، تقعد في اللايف تمسح نيفها تصلح سروالها تمسح ظهرها نورمال، تبتون تبدل الكوش تاع بنتها عادي. الوغ اي معاك، اي معاك كارولين، واش راكي حابه تقولي لها؟ مساء الخير حنونه. مساء الخير، واش راكي؟ واش راكي؟ لاباس الحمد لله. وانتي؟ ولا غير بخير يسلمك. جستر تعرفي البليده؟ نعرف البليده، مدينه الورود. يعيشك يا الورده، اللي هي الورده. شكرا لك شكرا لك. والله شوفي عيد في لي كومونتير يا كارولين، ارواحي نعرضك والله ما نحرزك على 12 تاع الليل. قلت لك نسكن في ابارتمون اخوا ومرحبا بك. شكرا لك شكرا. يسلمك. قلت لك نعرضك في لا فيلا سيفن تايم، انا شاك جودي فيها. ميرسي بوغ لا بوب. شكرا شكرا لك. يسلمك. مي فريمون والله غير نحبك ونموت عليك، وربي يوفقك في حياتك ان شاء الله. شكرا لك. وان شاء الله يسجي لك جنانك ان شاء الله يا ربي، وانت ثاني ان شاء الله بربي تفرحي بهم ويرفعك من مقام مقامين ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي، وان شاء الله يصلح اموراتك مع والديك، انا نفرحوا لك كامل ان شاء الله. وربي يخلي لك الزوج تاعك. شوفي قسما بالله يا كارولين، غير يعجبني ونحس فيه حنين. نعم حنين بزاف تومك، كي شايفه الواقع في اللايف حنين، بصح منين ذاك يعني شويه نشعلوها. روحي تشوفي الجزائر، روحي تشوفي الرجال تاعنا باغيين يكلبوا. روحي تشوفي الموديل تاعي يا خيتي يا خيتي، وكي يغلط جامي يطلب السماح. بصح توم يبان حنين، يبان جونتي، يبان يتقود. لو كان جا عندنا ديري يقول لك سحراته. والله هو هاك، هو قلبه حنين، هو تربى على الحنانه. على حساب قلبك. نعم على حساب القلب. نعم والله غير على نيتكم ترزاقوا. نعم انا شوفي راني معاك. شكرا لك. كيما يقول لك يا ربي نرقد مظلومه ما نرقدش ظالمه. شكرا. وتوجور نامنك باسكو جايتني انت شغل صريحه بزاف. ربي يحفظك. تبيني حياتك عادي هكا. نعم. ما عباليش كيفاش. وقضيه فرونسي انا ويضحكوا لي على فرونسي. انا راجلي دايوغ ماشي عربي، تركي. نعم. صح يهدر ديريا بيان. انا وفرونسي صافي دو. يعني نعرف كلمات هكا زعما نصرفهم قدام الناس كي نخرج، بصح باش يعني اني هكا فرونكوفون جامي. حي عليا حي. انا حتى ما نعرفش، بصح شويه ربت شويه كلمات ضربوك في الجزائر. راسي خفيف، اذا حبيت نتعلم نتعلم، ولكن ما نستعملهاش، ما نستعملوهاش من غير فرنسا. يعني تخرجي فرنسا انا فواياجي اللغه الفرنسيه غير مستعرف بها في لي زوتيل. أيوة. يعني في الترك ولا في تونس ولا نعم. في المغرب ولا تروحي ولا لماصر توجور لونجلي. نعم غير الانجلي. يعني كفرنسي حنا تزيرين حتى مستعمرتنا فرنسا نهضروا اللغه الفرنسيه، بصح لونجلي هي يعني هي اللغه تاعنا، يعني ماشي تاعنا حنا تاعهم، بصح هي اللي تسي بها بارتو. صحيح. قولي لي مدام، اسكو عندك كلمه اخيره كي حابه تقوليها؟ اسكو عندنا عفاك، عندنا بزاف ناس راهم يعيطوا ثاني باش نجوزوهم ياك. على بالي. شوفي كارولين ربي يوفقك في حياتك حنونه، والعقوبه لا بروشين فوا ان شاء الله تجيبي معك جوريد وجنه ان شاء الله. الله يسر روحك. غون بيزو ان شاء الله. طولت عليكم. شكرا لك وربي يحفظك. يعطيك الصحه ان شاء الله. بسلام. ربي يحفظ لك ولادك ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله. معانا اميرال من الطارف. الو سلام مساء النور. واش راكي؟ صافا؟
صافا لاباس راكي فرحانه واش ديرو صافا لاباس اكيد تسمعي فينا هذا كان سمعتك اه يا تري بيان راكي فرحانه كي تباني فرحانه يا فرحانه بزاف علاش نصدق الوغ والله اول مره نهضر على المباشر زعما القلب ديالي يخبط اه تخلقيش ما قلبك يخبط ما والو راكي تحكي مع الاذاعه بابا هو اللي ما تحكيش الاذاعات الحوايج هاد وانا خاطيني لا 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 نورمال قول كارولين لازم 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 نهضروا معاها واش كان يكون هاي اللي كاين معاك كارولين واش كيحبه تقولي لها اهلا كارو مساء النور اهلا مساء النور واش راكي انا من متتبعاتك الاوفياء للاشتاك جامي راتيتهم شكرا لك شكرا لك مع الاونه الاخيره شويه كيظلمي فينا ما كاينش ديري بزاف لي لاي والله مع السفر مع ستريس معاكي عارفه بلي انا وحدي في الدار مع زوج بنات والله بزاف الضغط عليا الجزائر هي نعم شتي والله نوض صباحك نحل عينيا نقول ان شاء الله ما يكونش فاتني اللايف لا لا كي نرجع لداري ان شاء الله وربي ونرجعوا للكوزين حنا واللايفاتنا جنة عندي بنتي ميرال تخيس قد جنة هكا في لاج قد بعضها في العمر وتشبه لها في الزي وفي البكاء وكل شيء يقولوا لي جنة هي شوفي هي ما تبكيش خاطرش حاجة تبكي فيها هي تبكي هذاك البكاء تاع التقلاش هذاك مخسرها وماشي انا اللي علمتها ليها علمها توم ما تشفيش على هذوك التصاوير اول مرة كي زادت كان يرقدها تحت الفيستا ولفها هي شي نعم أيوة. الموضوع أيوة. هيك شغل ولفها بوش تحبي يمدلها يديرها نعم. ماشي أيوة. مش كيما يريد انا اللي ربيتها بزاف ولكن جنة خليتها لي شويه ربي يحفظهم لك شتي ربي يحفظهم لك والله ما شاء الله شكرا لك الله ويجيبوني عقلات يعني ماهوش هذوك اللي فحتك يا جنة مصحى عقلات نحسهم يعني ماهوش هذوك اللي يديروا الفوضى نعم نعم عقلات كيف عندهم ام جديديه ويديروا الفوضى كبرت يعني يوري تعرف ايه بدات تفهم بزاف وهذا شكون هذا اللي يعيط من نور هاد البيبي هذه ميرال ميرال الله يبارك الله يبارك ديري لي تحيه لميرال كارو ديري لي تحيه لميرال اهلا ميرال واش راكي في فيبري ان شاء الله بربي نجيب لك جنة تصوتك ولا تصوتيها ايه وجينا للستارت نعرضك هنايا على عشاء ان شاء الله ان شاء الله يا ربي كامل قعدي معايا هنا في الدار باتي معايا تعيشي ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يعطيك الصحة والله نحطك فوق عيني ان شاء الله يعطيك الصحة احنا ميرسي ربي يحفظك شوف احنا ست بنات الله يبارك كامل الله يبارك طبعا زوجات وزوج صغار وفرط الطفل خويا الصغير طفل واحد شتي نتبعوك كامله كارو الله يبارك عليك هاي دارت اللايف قالت هذه رحمي ونقول لك علاش راكي محبوبه هكا الناس حايرين كيفاه كارولين محبوبه عند الشعب الجزائري وكيفاش استقبلناها وكيف شتي من العفويه تاعك يعني راكي عفويه ما شاء الله وما كاينش هذيك اللي تفوخي وما كاينش فواخه وما كاينش متصنعه شكرا لك كل لسانك ما شاء الله شكرا هذه الحاجه اللي خلاتنا خلات الناس يشتيوك وان شاء الله تبقاي ديما هكا شكرا ان شاء الله بربي يعطيك الصحه امي لا يعطيك الصحه ربي يوفقك ربي يحفظ لك ولادك وميرسي عليك جبتونا كارولين فرحتونا بزاف يسلمك صحه وفي لا ما تقولش عليك كارولين اييه بسلامه صحه صحه ميرسي ربي يحفظكم صح معانا ام اسحاق من مشريه مي عيطهم بارتو واش راكي لاباس بخير الحمد لله واش راكم نورتونا في هذه الحشيه نوضناكم نورتونا نورتونا انا ديجا كنت مايضه ونستنى ديجا شفت لا فيبليكاس تاع كارولين وريحت نستنى شحال وانت تبعي كارولين صافي 4 ans ربي سنين هكا من الاول فتحت لاشين انت تبعتيها فوالا الو واش كنت نشوف هكا جوست لي لايف هكا نشوف هكا ومن بعد درت ابوني بعد بديت نتبعها تعجبني بزاف العفويه تاعها كيفاش تهضر لا فاصون تاعها اللي تهضر بها مليحه بزاف شغل ما تحسهاش متصنعه ولا تتكبر ولا شغل تبين لك حاجه بلي راهم عايشين في عالم واحد اخر غير العالم اللي حنا عايشين فيه تحسها نورمال عايشه كيما حنايا كيما هما عادي هذه هي الحاجه اللي تاثيري فيها وتخلي صح الناس تبغيها ما من البنات الصغار تاعها جنة يريد جادو نحبهم بزاف وعندي وليدي تاثرت والله غير اسحاق يسمع ملي يجي مام كارولين ماما وراه جنة يريح يسنى وقت تبان جنة ويريح يتفرج معايا اللايف ما شاء الله ربي يخليهم منها ان شاء الله ام اسحاق قايلك اي تسمع فيك هايلك قولي لها واش راكي حابه الو اهلا ام اسحاق واش راكي لاباس الله بخير الحمد لله تعجبني تاع اهل البنات اهلا وسهلا البنات اليوم في فيديو جديد واش راكي لاباس الحمد لله وانتي الحمد لله وانتي راكي مليحه في بلاد ما حبابي شكرا لك شكرا لك والله فرحت
الاستقبال هذا جينا بعد بزاف مشريه جديده شويه على الجزائر يعني جديده بزاف. ام اسحاق لو كان زعما كنتي هنا في الجزائر تروحي لايروبورت تسناي كارولين؟ بيان سور نروح لايروبور ونروح عندها لوتيل ونرحب بها كيما تستحق وكيما تستاهل بيسكو فريمون تستاهل. شكرا شكرا لك بزاف. انسانه تاع خير وانسانه مولات خير وكاين بزاف انتقادات واللي ما يعرفوهاش بصح حنا اللي متبعينها نقبلوا نعرفوها نعرفوها بلي انسانه تاع خير ومولات خير. شكرا لك شكرا. يعطيك الصحة. علاش الناس تقبلها والناس ترحب بها وتحبها بزاف. يعطيك الصحة يعطيك الصحة ام اسحاق. وراني ابوني في الانستغرام في الفيسبوك راني فاتو تروحي تلقاني. يعطيك شكرا والله نحبك ونحب نتبعك ونفرح ميم كي نتفرج اللايف هذيك الدقيقه نعاود نروح نتبعو تيجي تخلي اللايفات نتبعو. يعطيك الصحه يعطيك الصحه مدام ربي يوفقك ان شاء الله. اي يسلمك وش نقول لك بعدي كيما راكي ان شاء الله يا ربي الناس بغاتك العفويه تاعك وكيما راكي فيها وما تسمعيش الانتقادات وهذا. نعم. كيف اعداء النجاح كما نقولوا. نعم هيا اعطيك الصحه مدام سلامه. يعطيك الصحه وميرسي بوكو وربي يهنيك ان شاء الله. اعطيك الصحه. كملي تسمعينا في الفرصه لك الاخر الله يسلمك. كملي تسمعينا في jo.radio/live. اوكي ماشي بروبليم. سلامه 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 سلامه. الوغ كارولين بون عاودوا نولوا قسمه يعاودوا بالك يجوا كيلكو زابل واحد اخرين. حبيت نحكي من المقبل انت تحكي لي على الدراهم دراهم دراهم في هذو لي ريزو سوسيو يا درا خمسه في عينك. اسكو نقدروا نعيشوا بالمواقع بالدراهم تاع مواقع التواصل الاجتماعي؟ اذا كان عندك اتصال مع شركات تدي لهم اشهار يمكن تكون شهريه مليحه بصح باش تنتظر من داخل مواقع يمكن باغ اكزومبل تي زعما كارولين راكي 400,000 في انستغرام 700,000 في يوتيوب تقريبا 800,000 و 1.5 مليون فيسبوك. منين دخلي دراهم اكثر ديجا فات ثلاثه؟ انستغرام ما ندخلش منها دراهم هو لازم اشهارات للشركات وانا ما نخدمش مع الشركات بزاف ندير هكا القنوات الصغيره اللي حبت تدير اشهار اللي عندها هكا مشروع بدات فيه جديد وحبت هكا تساعد هذوك عندي كلش دائما نحكي عليهم باطل ونحط لهم لي بوست باطل. اليوتيوب 2019 لهنا ما ولاش يخلص مليح يعني طاح 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 بزاف لازم تكون عندك مشاهدات بال 5 ملايين ويا ربي ولازم يكونوا من اوروبا ولا من امريكا الدول العربيه طاحت بزاف. فيسبوك شويه بصح باش نقول لك هذيك الشهريه اللي تعيشك شهر كامل مستحيل. مي زعما هكا نقولوا شحال زعما انت هكا بمواقع التواصل الاجتماعي شحال تقدري تدخلي دراهم في 2021 انت كاغوني 2021 في شهر في الشهر نقولوا هكا اذا حولناها للدينار نقولوا هكا 10 ملايين يمكن. اوكي اوكي تسمى بكاع اللي ريزو اللي عندك 10 ملايين هو افضل شيء كي دير اشهارات للشركات هذا الشيء يعني. هذه اللي ما ديريهاش تسمى كون ديريها تربحي اكثر اكثر. حابه نديرها بصح حابه نجرب الشيء قبل ما نحكي عليه ماشي تعطيني منتوج وتعطيني الدراهم بعد كنا اذا ما خرجش مليح نخلي الناس تشريه هو يربح اسمه ويربح الماركه تاعه بصح انا نخسر اسمي هذا الشيء اللي نخاف منه. ايه كونتاكتوك بزاف لي مارك انت؟ ايه كونتاكتوني كان اللي بحثوا لي كي جربت قلت لهم لا ما نديرش. جامي قبلتي ماركت ولا؟ لا قبلت كان في فرنسا كان اللي نجرب اوكي كي نجرب ونحط الفيديو ونشوف النتيجه ثم ندي خلاص. على اي على اي اساس تقبلي زعما نقولوا برودوي ولا ماركات تخدمي معها؟ نجرب قبل يعطوني فتره اسبوع اسبوعين ثلاث اسابيع نجرب لايف نجرب فيديوهات راني حطيت فيديو تالي تاع تين شوكي يمكن اسبوعين وانا نجرب فيه اللقطات وين نصبح وين نضحيه نهار بنهار باش نشوف المفعول في التالي كي كملت وشافت الفيديو اوكي ندي خلاصي. صرات لك وين زعما نقولوا سيتي برودوي ما عجبكش ما مشاش وغلطتي عليه؟ لا ما هدرتش ما هدرتش جاوني برودويات جربتهم نشفت بشرتي شعري حراش هذوك تاع التخصيص والتسمين مش عارف يسموها تاع ما حكيتش عليهم. تري بيان الوغ معانا مازال عبك لي زابل محبوش ما يحبسوا باش ما نطولوش عليهم ثاني الوغ معانا منال من بشار. منال مساء الخير. السلام عليكم. واش راكي؟ لاباس الحمد لله نتوما؟ الحمد لله الحمد لله. الوغ منال واش ديري في حياتك؟ انا واش ديري في حياتك؟ نقرا جامعه. واش سبيسياليتي؟ بيولوجي. الله يبارك الله يبارك. أنا وقت عرفتي كارولين؟ وي مالطا نتبعها. إيه راهم في الشرق في الغرب في الشمال في الجنوب تحت الماء. إيه سوري إيطاليا تبارك الله. ألوغ شحال وأنت تبعيها؟ ما عنديش بزاف العام هذا برك. إيه واش يعجبك في المحتوى تاع كارولين؟ طبعا
تعجبني لا في نتاعها تعجبني المواضيع اللي تطرق ليهم. هاي تسمع فيك كيما هضري معها قولي لها وشكي حابة تقولي لها. الو اهلا من العاصمة البشار حول. واش راكي؟ عادي لاباس الحمد لله. واش راه مناسب الشهر؟ اهل العز والكرم. الله يسلمك ربي يحفظك. انت واش راكي صافا؟ والله لاباس الحمد لله. رانا في جو جديد، كليمه جديده في الجو راديو. في جو راديو في العاصمه كلها. ايه هي مليح، مرحبا بك عندنا في الشهر. شكرا شكرا لك. ان شاء الله بربي اذا جيت المره الجايه وطولت ان شاء الله بربي ندور على كامل الولايات ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. نورمالمون هذا هو الوقت اللي يجوا فيه عندنا هنايا سياحه وكلش. ان شاء الله هذا هو الوقت، خاطرش يطلعوا لاسكرام من البشار يطلعوا لاسكرام. هذا هو الوقت. نعم باش يشوفوا اجمل غروب الشمس في العالم. مرحبا بك. شكرا لك منال، اعطيك الصحه. واش راكي حابه تقولي؟ عندك كاش سؤال؟ نقولها بون كوراج وربي يوفقك ان شاء الله. شكرا لك. شكرا 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 لك. بوسه مني لك. صحه بسلامه. باي باي. يعطيك الصحه بسلامه. صحه بسلامه. عندنا ليلى من باريس. مساء الخير ليلى. مساء الخير. السلام عليكم. واش راكي صافا؟ الحمد لله. وانتوما؟ الحمد لله الحمد لله. واش غادي نقول لها بلي غادي نهضر معاها غير بالفرونسي. سالو لي فيلز. لاباس الحمد لله. وانتي صافا الحمد لله؟ لاباس. واش راكي؟ الحمد لله. كيفاش الجو؟ خبريني على الجو. احنا عندنا راه عندنا واحد الشمس ما نقول لك الحمان السخانه صح راحت. ايه خبرني توم كانت ناقص 14 تحت الصفر البارح. اي في فخوا وان. ايه كي عارفه الدول الاسكندنافيه دائما بارده. جو دو لا شونس ما خدمتش اليوم. تخدمي في الجيدو؟ اه اليوم ما فهمتش. ولدي مرض ما خدمتش. تيوا دابيتيد نخدم سينو ما نسمحش. راهي ضحك عليا لانه قلتي المره الاولى تخدمي جيدو تخدمي ما خدمتيش. لا نورمالمون نخدم اليوم ما خدمتش. صح ما فهمتش. مرحبا بك في البيت. شكرا. واش ديري؟ قولي واش ديري ليلى؟ واش ديري في حياتك؟ مو جو سوي غارديان دي مابل. اوكي فهمتي فهمتي واي. فهمتي ولا ما فهمتيش؟ فهمتني كارولين ما فهمتش. ايه فهمها لا حمبو. هيك شغل تيس ايمابل فوالا هكا نقدر نقولوا هكا. شغل قاعد ان لوج دون ان ايمابل و جو موكيب دو هي تستكلف كاع زعما باطيمه. باطيمه اللي يسكنوا فيها الناس فوالا هي تستكلف بها. الله يبارك فوالا. انا زوج ثلاثه في الدار ما تقدرش تستكلف بهم. تستكلف باطنه كامله. ليلى قولي لي اسكو كاين حاجه كي حابه تقوليها لكارولين يسمع فيك ولا اسكو عندك اون كيسيون كي حابه تسقسيها؟ والله راني فرحانه لها بزاف باسكو قدرت تهود البلاد حنا ما قدرناش. شكرا لك. شكرا. سي با ايفيدون. شكرا. كان صعب بزاف باش تلقاي بي باش تنزلي. ظروف صعبه 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 بزاف والسعر غالي 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 بزاف. واش راح ندير؟ خلصت وجيت لا غالب. صحتك والله. شكرا لك. شكرا. عقوبة لينا. شكرا. جيسبيغ كي تطلعي لباري غادي تقعدي شوية في باري. عندي اسكال تاع ساعتين بصح إذا حبيت نقعد ما كاش مشكل لأنه التيكي من باري للسويد بزاف رخيص رخيص بزاف. تاجو؟ إيه يمكن نقعد في باري لأنه عندي لقاء مع الشاف شهرزاد كانت هنايا وما لحقت عليا ولكن ما كانش عندي الوقت باش نرد على اتصالاتها والله غالب ما شفتش بالك نروح لباري نتلاقى معها. الله. ان شاء الله يا ربي في باريس صافي بليزير. ان شاء الله راني راح نعلمكم اكيد. اوكي. شكرا. والله ما في بليزير اللي هوتي والله. شكرا. ان شاء الله تلاقي مع ميمتك وتشوفيها ايتو ان شاء الله نهار الجمعه راني غدوه ان شاء الله بربي راني راح ندقدق في الباب ونشوف واش الله يسهل لك. يتفتح ولا ما يتفتحش؟ ان شاء الله بربي يتفتح بصح هذاك اللقاء كيفاش راح يكون ما على باليش. حاجه باينه تكون ضحكه سلمه بصح الداخل واش تحس ما على باليش كيفاش راح يكون هذاك اللقاء. والله ما نجربوا حظنا كي يروحوا لك الوالدين. صح صعيبه نعم صعيبه واعره بالبزاف. يفو بروفيتي دركا. شكرا. يفو بروفيتي ماتنو. شكرا. ديري المستحيل ودمري هذاك الباب. شكرا. وان شاء الله ينفتح ان شاء الله يا ربي. شكرا لك. يعطيك الصحة. العفو
والعافية. أعطيك صح. تهلي في روحك. أعطيك صح ليلى. شكرا لك. الله يسلمك. شكرا. صح. يلا بالسلامة. ألوغ. بعد نسقسي شهية بوغي فيتي. شكرا لي بوغي فيتي. باش تتجنبي. نتجنب ما نروحش لدارنا. لا 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 هاد ال ال. بوغ فيتي. ونسيتها صاي. تعقل لساني ضربت. نسيتها راحت. اسكو تهضري ديجا ما تعرفيش فرونسي بصح واش تعرفي اللغات اللي تعرفيهم انت؟ السويديه النرويجيه والانجليزيه. الله اسكو زعما تقدري ديري بريزونطاسيون تاعك لي ديما في ديريها زعما في لي فيديو تاعك زعما بالسويديه ولا النرويجيه؟ هي يا كارولين يا هيتريا يفهم ديجا اسكو راجلك يفهم العربيه درجه يفهم الدرجه التيرتيه اه كون تحكي له عاصيمي ولا من ولايه خلاف ما يفهمش بصح ما يفهمش 100% كاين كلمات حافظهم احيانا كي نقول كي ندبز معاه ونبدا صاي ندخل في اللهجه التيرتيه يقرا تعابير تاع وجهي هذه الكلمه مليحه هذه الكلمه مش مليحه بلا الباب يروح الشاك قرا لي قلت له حسبني نقول له قرا ذاك يرد عليا لا لا قولي لي واش كنت تحكي كيما باغ اكزومبل مع ليلى دوكا قلتي بلي كي رايحه غدوه وينك رايحه غدوه غدوة ان شاء الله بربي راني رايحه لدارنا في تيارت شحال عندك ما رحتيش لتيارت 10 سنين الوغ صافي هاد لي 3 جور هادو 3 جور شحال عندك ملياك هنا 3 ايام 3 ايام 3 ايام عندك 3 ايام شفناك في الجي شفناك في شلف وتو زعما ما رحتيش لتيارت مازال لانه كان عندي عمل لا غالب عقد عمل كان لازم نقدمه قبل اوكي ايه اي صادير دونك عندك 10 سنين ما رحتيش لتيارت 10 سنين ما رحتش لتيارت تيارت شكون شكونك راح تلقاي في تيارت ديجا سمحت على بالي بلي الام راهي تما وخويا راه معانا في اوتيل دروك اوكي اوكي اي دونك علاش كي تقول علاش مقبل كنتي تقولي بلي ما على باليش اسكو الباب تنفتح ولا ما تنفتحش ولا كاينه مشاكل عائليه ما عنديش انا مشاكل مع عائلتي ولكن كاين تفرقه حصلت واحد زمان وانا وحده كي تصرى حاجه صغيره هكا انا نجبد ذاك جبد وذاك جبد وذاك جبد كنت عايشه في قوقعة احتضار وكي ولاو عندي بنات وفهمت بلي هذاك واش انا درت جبدت روحي من حياتهم عرفت بلي يمكن درت غلطه بناتي تسقسيني دروك شكون جده شكون خاله شكون لانه يشوفوا عماتهم ويشوفوا امتهم ويشوفوا ابتهم سو وهذه علاش تجيني كنت هي خطرات تجيني قلقك كون القمر ما نقول هذه جدك مي مي زافر بون هادو ما خلاص هادو ما خلينا من هاد المشاكل اسكو صاروا ديجا دي بروبليم مع دي يوتيوبر ولا دي انفلونسور ولا دي كرياتور دو كونتوني في لي ريزو سوسيو سواء تزيريين ولا ليها شوفي انا ما عنديش مشاكل مع الناس كما كي تقولي لي مقبل سولكينغ بلوكك علاش بلوكك لا انا ما نعرف نهضر فرونسي ما نفهم فرونسي ما من ما يعني نحب كي الشهر نحب نسمع اغنيه بصح ما نفهمش تلقاني دايره غيرها رايح مع الريتم تا الاغنيه تاع نسيتها ما نعرفش كيف اسمها بصح يقول لا 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 مازال ما عرفناش اش من الاغنيه داليدا لا ماشي لا ماشي هذه تاع نانينا لا 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 يا لاليا لا ليا لا ليا عليا عليا وقيلتها قارية قارية اسمع الناس ما نعرفوش فرونسي دوك فهمت علاش بلوكك يمكن على هذا الشيء مي ميزابون كنت مسخر كي قلت سوكينغ لاهور بروغراميك شو اسكو عندك صرا لك فوالا دي بروبليم مع انفلونسر واحد اخرين ولا صناع محتوى شوف انا ما عندي مشكله مع حتى وحده الان ما جبت وحده ما حكيت على وحده ما حطيت شيء على وحده كاين واحد الهجه تجي في السوشيال ميديا من فتره لفتره كي يكون كيفاش يقول ماشي ترند كي تكون يعني الانالايز طالعه في المواقع التواصل الاجتماعي وين يدخلوا دراهم بزاف ولا وين تما تكون صح لازم تضرب حظك في الشهره ولا يجوا يبيكوك من تحت يبيكو يعني هاك 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 بلي فوكال منا منا وكلش يوصل بعد كي نكي ترديت ولي انت ماشي مليحه لذلك احيانا انا نسكت احيانا نقول اوكي ما خليش الناس تدي عليا فكره انا حاجه مليحه كي نرد نرد بالدليل ما نردش بالكلام ماشي ندير لايف ونقعد ها ها ها, ها. لا عندي شوفي هنا وشوفي هنا وشوفي هنا والسلام عليكم اوكي ونقفل ونقفل المشكله اسكو لي كاين بالك عباد وليتي ما تهضريش معهم غير على جال مواقع التواصل الاجتماعي كيفاش هادو ما هادو صناع محتوى ولا لي انفلونسر اسكو صح اللي كاين اللي ضربتي معهم ستيش هضرتي معهم مستحيل نو مستحيل كي تجيني وحده نشوف عندها نفس العقليه تقريبا ما نهضرش
كيفاش نفس العقليه يعني تسيبها هكا نفس كلام نفس كاين كاين شي صوالح نفهموهم حبستي شفتيني كنت ندير براسي تشوف المرايه ولا تشوف المرايه باسكو زميلي نازيم ثاني ليها او يعاونني ثاني كوف لي زابلي تون نشكرو ديجا شكرا لك نازيم شكرا ولو يستقبل المكالمات ويبعثهم لنا شكرا قلت له اخ قالي اسكو كاين ابل قلت له اه بعد اه اوكي قولي لي كارولين مي اسكو زعما دوك تب انت دونك ديري المحتوى تاعك في لي ريزو سوسيو مي اسكو تبعي ثاني المحتوى تاع الاخرين نور ابراهيمي اه افضل صانعه محتوى في الجزائر كامله في الجزائر كامله نور ابراهيمي مانيش درت لها ابوني في الانستغرام لانه نتبعها لانه توم يتبعها تشوفها واش تنشر على الجزائر واول مره بعثت لها رساله من عند توم هو ماشي من الكونت تاع توم من عندي قلت لها توم هو اللي راه يتفرج فيك اكتشفتك من عند توم واش قالت لك هي تحكي باللغه الانجليزيه لا تحكي باللغه الانجليزيه واحنا تحكي بالعربيه وتحط ترجمه باللغه الانجليزيه لا فرحت وشكرا شكرا والسلام عليكم صاي جامي جامي شو جامي تلاقيتيها ولا نو لا لا ما تلاقيتهاش بصح نشوفها في اوكي اي مي زبر نور ابراهيمي شكون كي شايفه الكونت تاع المحتوى تاعو يعجبك ولا نور ابراهيمي اه وتنتهي 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 صراحه تسمعي نور ابراهيمي نتبع محتوى هادف 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 جدا كان شي صوالح في العاصمه هنا ولا في الجزائر كامله ما نعرفوهمش تجي هي تخدم مونتاج تتعب تروح تسافر تحطهم انا اندهشت اندهشت كي حكيت معها قلت لها ان شاء الله بربي راني جايه للقصبه وانا خاصني قيد باش ندور فيها قالت لي هذا الجروب روحي معه وهذا الجروب روحي معه عمري ولا انا كنت حاسبه قصبه غير هكا تمشي وشوارع ولكن اكتشفت واحد المقاهي واحد تدخلي هكا متحف في لابسين تزيد تقليدي ويحكوا لك على هذاك هذا كلش تاع عندها محتوى يعني انا نشوفها رقم واحد افضل مني افضل مني وهذا كلش نشوفها هي تستحقها ماشي انا ونقولكم ماهيش صديقتي وما عندي اي علاقه بها فقط متتبعه وي اي قبل ما تبداي انت في لي ريزو سوسيو شكون اللي كنتي تبعيهم اسكو عندك هكا اللي تانسبيريتي منهم تاثرتي بالمحتوى تاعهم ولا بالخدمه تاعهم قبل في 2000 انا بدايتي ماشي بدايتي استغفر الله يا ربي انا كنت نتفرج صناناس في بدايتها 2014 لا هي كانت باديه قبل 2013 2012 كي كانت مع صاحبتها هذيك ذات البشره السمراء الغامقه هذيك ما عرفتش كيف اسمها صاحبتها بصح ما نفهمش بصح نشوف كيفاش دير الميك اب تاعها فقط زيد كانت نور ستارز لانها كانت في السويد وكانوا فيديوهات تاعها يخرجوا لي في السويد كانت حكي كان عندها 99 100 الف هذو اللي كنت زروطه يوسف زروطه يوسف من الاولين ثاني من الاولين انا تاع زروطه يوسف كنت نتبعه تري بيان ما بقاش بقى وقع واحد 3 دقائق ليميسيون وتخلص عندنا مكالمه الاخرى من مريم ما نروحش عجبك الحال اي بيان الوغ مريم من قسنطينه تعيط لنا اوكي مساء الخير مريم مساء الخير واش راكي شوفي عندك زهر مريم المكالمه الاخرى تاع ليميسيون سمحوا لنا الاخرين اللي ما جاوبناهمش باسكو ما حبسوش لي زابيل الوغ مريم واش ديري في حياتك انا دايره دي زيتود دو دروا بصح مانيش قادره نخدم في الدومين تاع دروا نخدم ادمينستراتور في جناس سبور ان شاء الله ان شاء الله الوغ مريم هاي معاك كارولين نورمالمون كي عيطي نورمالمون تعرفيها باسكو كاع اللي عيطوا يعرفوها دونك قولي لها واش كي حابه تقولي لها الو اي تسمعك الو اهلا مساء الخير اهلا مساء الخير واش راكي ان شاء الله هكي لاباس لاباس الحمد لله وانتي بون عيطت انا بلي يعني ما عرفتش نهضر شفتك قلتي كلمات بالفرنسي قلبي راه يخبط بالك تغلط وتقول كلمه اختي عربيه عربيه اختي كنت نسمعك قاعد نقول ما نحسش راهي الات مي ليسونسيال حبيت نقول لك بلي شويلين بالي ما كنهمش بونتي عربيه نتبعك من اللي بديتي شكرا لك يعجبني كلش بزاف شكرا شكرا لك شكرا ربي يحفظك حبيت نقول لك بون تاع لايف راحك شكرا وديري البوسيبل تاعك باه تولي مع ماما كيتو باسكو انا تبكيني البكية باسكو شغل انا ما عنديش ماما ايتو دونك ما تخليش لوكازيون دو مومون كو ماماك حيه ما تخليش لوكازيون صراحه اني حنبكي دونك ان شاء الله شوفي ملي جيت وانا نبكي
عينيه قبل كي نرقد قبل ما نرقد راني ندير معكم لايف هكا عينيه منفخين مانيش حابه نبكي خليني هنا فرحانه في جو بليز ليسونسييل اوكي وتجي القسنطينه ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله يعطيك صحه مريم يعطيك صحه يعطيك صحه سلامه يعطيك صحة كارولين لهذا الوقت اللي جوزته معنا شكرا لك اسكو وشكي حابة اسكو عندك كش كلمة أخيرة اسكو ديجا عندك كش مشاريع هنا في ألجيا كحديري في الجزائر كحديريهم ولا مجايين جايين إن شاء الله بربي جايين اسكو كحديري تاني كولابوراسيون مع زعما صنع محتوى واحد أخرين كيما باريك زبط نور براهمية ولا زروطة تخدمي محتوى معهم نو شوف محتواهم أفضل من محتوية ومحتوى يمكن ما يلائمش المحتوى تاعهم يمكن نتلقى معهم ندي معهم سيلفي ولكن باش نقدموا نفس المحتوى انا نشوف روحي يعني صغيره في وسطهم صراحه محتواهم كبير كبير بزاف ويتعبوا المحتوى تاعهم لذلك نحب نصور معهم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعطيك الصحه كاولين ان شاء الله جوزي وقت مليح هنا في الجزائر يعطيكم الصحه انتم اللي كنتوا تسمعوا فينا واللي عيطتوا لنا يعطيك الصحه حنان يعطيكم الصحه كامل يعطيك الصحه نازيم اللي عاونتني في لي زابيل ونقول لكم وياسين سورتو ياسين بلا به ما كاش لي ميسيون هذه يعطيكم الصحه ونقول لكم سمعنا الجايه سوشيال كلوب لي انفلونسور سان فيلتر